استكمالا لعملية نصر اثنين التي أطلقها الجيش الوطني في 4 سبتمبر الماضي لتحرير صرواح، والتي أسفرت عن سيطرته على أجزاء كبيرة من المديرية ذات التضاريس الجغرافية الصعبة، شن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما كبيرا للتقدم باتجاه المناطق المتبقية تحت سيطرة الميليشيا في مركز المديرية، وبعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل العديد من عناصر الميليشيا وفرار البقية. مصادر ميدانية قالت إن الهجوم الذي شنه الجيش من 3 محاور أسفر عن سيطرته على موقع النصيب الأحمر المطل على السوق الرئيس في المديرية، بالإضافة إلى السيطرة النارية على الخط العام الواصل بين صنعاء ومارب، وهو ما يعني قطع خط الإمدادات تماما عن جيوب الميليشيا في صرواح. سيطرنا على مواقع الحوثيين اليوم، وسيطرنا على الخط العام سيطرة نارية تامة، وبيننا والخط العام ما يقارب 150 متر. يأتي هذا التقدم بعد أن تمكنت قوات الجيش من تحرير مديرية الغيل في محافظة الجوف على الحدود مع مأرب، وهو ما يعني أن التقدم باتجاه العاصمة بات من محورين في الشمال والشرق، الأمر الذي يزيد من تضييق الحصار أكثر على معاقل الإنقلابيين الرئيسة في صنعاء وعمران.